نرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية في هذا اليوم البهيج، وكل يوم يجتمع فيه اليمنيين هو يوم فرح للمملكة العربية السعودية التي كانت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وستظل دوما مع اليمنيين حريصة على استقراره وساعية لازدهاره، وواثقة بأن حكمة ابناء شعبه تسمو فوق كل التحديات. إن موقف المملكة تجاه اليمن من المواقف الأصيلة كأصالة شعبه العزيز الذي تربطنا به أواصل الدين والقربة والعروبة والجوار. واستمرار تلك المواقف الراسخة، فقد صدرت توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين في المملكة العربية السعودية لبذل كل الجهود من أجل رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن. ونود النشيد باستجابة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة للحوار فيها، وما تم التوصل إليه بفضل الله من اتفاق في الرياض الذي نسأل الله أن يجمع كفاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار وأبناء استقرار اليمن والبناء والتنمية فيه. ستكون المملكة معكم فيه كما كانت دوما. وأود أن أشكر في هذه المناسبة أخي سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان، وأنوه بما قدمت دولة الإمارات المتحدة الشقيقة من تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنودنا البواصل وزملائهم من بقية دول التحالف. لقد كان التوقيع على الاتفاق الذي شهد عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية، توالت ردود الفعل بعد ذلك من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وصولا للرئيس الياباني.